السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا، مرحبا بكم مرة أخرى عند مدرسة مزاكان تحت عنوان فائدة من ذهب. الإخوان إن شاء الله عز وجل غادي نستمروا في السلسلة اللي بدينا فيها، اللي هي في الحقيقة كانت وضعتها شحال هذه السلسلة وضعتها على القناة ديال يعني كل المواقع الاجتماعيه، وخاصه كانت في فيسبوك، وهزوهم الاخوان كانوا دارهم على قناه اليوتيوب. ف ان شاء الله ارتئينا باش نحطوها بواحد يعني مباشره معكم، لانك تحطيت انا غير على الاوديو، كانوا تكلمت على هذا الشيء كيفيه او بدايه التلقين، وتحطات من طرف بعض الاخوان، جمعوا الاوديوات وحطوهم وداروا فيهم اجزاء، الجزء الاول والثاني والثالث، كيفيه تلقين طائر مقنين وهجينه. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتواصلوا معكم صوره وصوت، وكيف كيقولوا مع التكرار ندرك الاسرار. غنحطوها ان شاء الله بواحد معلومات اخرى الحمد لله اللي تفكرناها، لان هذا الشيء ماشي كنقراوه. كل ما يتعلق الاخوان، كل ما يتعلق بالتغاريد او بعلم الطيور خاصه هذا الميدان، ما كيتقراش، ما كايناش شي مدرسه كتقرا الولاعه. باش يقول لكم واحد انا مشيت قريت هذا الكتاب ولا بحثت هنا ودرت هنا ودرت هنا، هذاك اللي الف ذاك الكتاب فهو خد ذاك الشيء من التجارب ومن التجارب ديال الناس. ودائما الانسان اللي كيوصل كياخذ غير كيقرا الكتب، ما عمرو غادي يوصل لك بحال انسان عنده تجربه، كيهضر معاك بعفويه وبتلقائيه وكيوصل لك داكشي اللي جربوا مرارا وتكرارا. ف واحد المساله كنهضرها ودائما كنجبدها في المواضيع، ماسيمو ناتالي مؤلف الكتاب اللي على الطير الحسون، اللي عنده الدكتوره في الحسون اللي صح التعبير، فهو جاء في الاخر وتكلم وقال اودي راه لا نجحت لك شي تجربه ديالك انت، هاد الكتاب ها هو راه مجموعه ديال التجارب اللي جمعت تما، ولكن قال لك الا نجحت لك شي تجربه ديالك كديرها انت ونجحت سير عليها. فمسائل اخرى اللي كتقرا بحال مسائل تاريخ على الولاعه، كل ما يتعلق بالقانون الكوديغو المسميات، اما ما تبقى ممكن انت توصل ليه، غتمشي غير لجوجل اي حاجه احتاجتيها في النطق في السمع في النظر في اي حاجه بغيتي على علم الطيور اللي كتعلق بمسائل الجينات، كتدخل جوجل كتقرا كتطلع لك كل شيء. ومسائل اخرى لاحترامات الناس اللي كيقراوها، وهو علم الجينات، علم هادشي الادويه، البيطاره، هادشي الامور اللي اما ولايتنا حنا اللي خاصه بالتغاريد. انا بغي يبقى شي واحد يتفلسف عليكم، هما انا اخويا حنا كنتكلموا لا فلسفه، ما كنعرفطوا على حد، ماشي كل حلقه خصنا ضروري ما نعرفطوا على واحد الشخص او نبغيو نهرسوا واحد الشخص. ودائما راه كنقول لكم لا يحق المكر السيء الا باهله، حنا كنتواصلوا معكم الاخوان من اجل محبه الله، هذه هي الاولى، باغي الاجر ديال الله وباغي انكم تستافدوا، وخاصه خاصه في الطائر ديال المقنين. راه اللي ما كيديرش المقنين وما كيخرجش المقنين وما عنده في الدار او ما كي هو يعني التخريج اللي كنعني به من غير هادشي ديال التفريخ، يعني الطيور عندي مقنين، دائما كنتعامل مع مقنين. انا ما عمرني ما كنتش عندي مقنين في الدار، ديما عندي مقنين في الدار ضروري الحمد لله. الميستو كنديرو انا من اجل باش يعاونني في الحفاظه، وغنجيو لهاد المسائل الاولويه اللي غادي نقولو ونديرو. ف اشنا هي الهوايه؟ اشنا هي الولاعه؟ المضمون ديال الولاعه كلمه ولع شف هو شفاء الغليل. انت عندك واحد المسائل عندك في ذاتك الداخل اللي هي كتجرك لها هذه الهوايه البليق، كتجي معاك من صغر انت باغي ترتاح. كاين اللي عنده هوايه ديال القنص، كيمشي كيشري القرطاس ويشري المكحله بالثمن وينخرط بالثمن 5000 6000 درهم في العام، من اجل كيمشي هذاك الموسم ديال الصيد وكيجيب الحجل ويجيب انواع اخرى. كاين اللي ما كياكلوش، كيفرقوا على العائله والاحباب. و
ولكن هو ارتاح نفسانيا. وكاين كذلك الصيد ديال القصبه، كاين اللي كيمشي يجيب البوخ ويجيب القمر ويجيب السرديل ويصاوب البيلوطه ويدي مع الانواع ديال الماكله ديال الطعم وكيمشي، وبعد خطرات ما كيجيبش، كيجيب هذاك السمسار، اما يجيب السم داك سميتو عليه شي قنافح صغار او شي سمير او شيء من هاد القبيل او كافيلا ولا شي حاجه حمروده ولا شي حاجه، وجاي ناش المهم دوز النهار ارتاح داكشي. هذا هو الولاعه هي ترتاح فيها. وصيك يا اخي الولاعه سواء كان عندك صديق وما كترتاحش معاه في الولاعه راه كيعصبك بسع منه، ما كترتاحش فيه اي حاجه كتعصبك بسع منها. اخويا الانسان راه كيهلك في صحته، ولا كان كيبقى يتحمل 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 واحد النهار يطيح. اخويا شوف كيقول لك الشرجم اللي غيجي من الريح نسدو ونستريح. هذه مقدمه الاخوان قلت لكم باش الانسان يعرف مع من كيتمان، واللي غنتعاملوا معه واللي غادي يبغي يورينا وبغي يعلمنا يعلمنا من مقنين. جوج الحوايج اللي خاصكم تعلموا نتوما فقط هما اللي كيسعى عليهم الانسان، هما اللي كان نجريو باش تعلموا ليه. هو نخرج طير، نحفظ الطير، وغنهضر على القضيه ديال حفظ الطير وما يموتش ليا. هذا هو علمني اخويا باش نحفظ الطير نخرجه، وتكون انت قدوه عندك تاع الطيور، عندك المقنين كتكلم على المقنين يكون عندك المقنين. وعلمني اخويا كيفاش نعيشه، لان المقنين هو اللي صعيب في التربيه ديالو الاخوان، هو اللي صعيب في التربيه ديالو. صعيب 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 صعيب. المقنين خصك تعرف كيفاش تتعامل معاه، تعرف كيفاش تربيه من الصغر ديالو حتى يعيش لك واحد يعني حقبه من الزمان. راه الناس راه عاشوا، راه داز عندنا المقنين داز عندو زعما 12 عام، راه المقنين كيمشي 12 14 حتى 16 عام. يمشي يقول لك شي واحد غلط المقنين وكيتقلق، المقنين كيتقلق خاصك تتعامل معاه باش ما تقلقش. ومع الاسف الشديد بعض الاخوان ما شاء الله قال لك المقنين بعد خطرات ملي يكون حزين مقلق كي يقول واحد النوع ديال التغريد باش عرفنا احنا واش مقلق. والمقنين الا كان مقلق ما يغنيش، المقنين ديما ما يغني لك على ما كان ناشط. شي الا كان مقلق والله واخا تجيب ليه لافوكا شربوا ليه، جيب ليه دانون او والله لا تكلم لك، المقنين كيتقلق خصك تعرف هاد القضيه. ما يتقلق المقنين كيهضر من اجل الزواج، من اجل الزواج، واللي كيتزوج اللي باغي يتزوج راه كيكون فرحان صافي. او كيكون عنده واحد لاليرت اللي واحد النوع ديال لاليرت اللي كيديرها من اجل الحيطه والحذر، معناه شاف شي طيور جريحه او شي حاجه خلعته كتسمع كي 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 اللي كتسمع بيق بيق بيق، او ملي كيبغي يسكت بها الطيور كيقولها باش هو كيغني. المقنين كيغني ملي يكون ناشط، ديما خلي المقنين ناشط الا بغيتي. المقنين كنكونوا حنا في ايامات يعني الصيده كنكونوا خارجين كنصدوا كنعيشوا مع المقنين، حنا اللي وبتنا في الطيور بتنا في خلاوات مع المقنين، عشنا مع المقنين. المقنين لا تعطل عليه غير بواه ستيبا، تعطل عليه غير بواه في الوقت في الماكله كيتقلق، ما يبغيش ياكل من عندو، كيبقى يهرب ليه هنا ويمشي يتبعو ويمشي ستيبا با ستيبا ويتبعو ياكل هبزز الا مشى تتقلق. فالمقنين ديما خليه ناشط وخليه صحيح. هذا هو اللي غيتكلم معايا يتكلم معايا على المقنين. عطيني اخويا نخرج طيور، مابقاش تهضر معايا المسائل ديال غادي نطلعو لا نزر. قلت له اخويا لا تهضر معايا غير هنا مقنين فريخات نخرج طير، عطيني المسائل اللي كتقول الناس ما يركبو السيدي. قلت له اخويا راه كاين اللي عزيز عليه هو يركب السيدي وحلاوته هو لا نقول لك انا تركب سيدي وتعلم تركب سيدي وغلط ودير وصحح وتعلم. هذيك هوايه كنا دزنا منها، واحد داز منها باش تعلم وانت باغيك ما تدوش. لا خويا نتعلم نتعلم ونشوف وندير بطروك هنا وندير هنا ولي مالا، وغادي يجي واحد النهار غتولي انت كتحط تركيبتك ولي مالا كاع يجي واحد النهار تولي تحطها فانتازيا تولي تمولوع. فين كاين المشكل؟ انا هم لا كنلقى راحتي، راه كاين اللي كيلقى راحتو في ديك التركيبه ملي بغى يركبها، كاين اللي كيلقى راحتو الا ما خرجش الطيور وما دارش الكريه وما خرجش هو المساته وما شافش المقري خارجه عنده في القفص ولا شي حاجه ما يرتاحش. الشفاء الغليل، قلب على شي حاجه اللي غترتاح فيها الاخوان. هادشي اللي غادي نقول لكم الاخوان. ان شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا هاد السلسله اللي بديناها، تكلمنا الاخوان كيفاش البدايه ديال سميتو ديال توكل الوليدات، وشرحنا النوعيه ديال الماكله، وهذيك الماكله سواء كانت ديك الموجوده اللي كتباع او موجوده، هذيك الماكله راها مزيانه بالتجربه وصحيه.
المساله دابا وصلنا الاخوان الطير وقف في العش ولا كيسرح جناحه الريش لقى الزيبه نسق زيزيبه ولا كيطير داك الهويج مره مره دير ليه حتى بحال هكا باش يسرح جناحه يسرح جناحه دير في صبعك هنا ديرو هنا ودير واحد الكاجوه بحال هذا شتيها هاد الكاجوه بحال هذه الاخوان تكون فيها قريعه الماء مسدوده بالطابرين الكريه شد الماكله اللي غدير دير الماكله زوان هرمشو ونفخ عليه من ديك الغبره وغربلو باش ما تكونش فيه الغبره وكذلك الزريعه كحله نهرمشها ونحيد الغبره دقيق باش ما تخرجش لي من عينيهم باش ما طير ما تطري شي حاجه في عينهم اللي ونشد البيض البيض مسلوق ونجيب ديك الماكله اللي كنت كنوكل لي غبره مطحونه وهذيك البيض مسلوق نحيد القشره ونحكها في ديك ديال خيزو نحكها ونديرها في واحد الطبسيل وندردر عليها هذاك يعني الماكله اللي كنت كنوكل ديك الغبره ونعجن بحال هكا واللوحه هنا وندخل القوره هنايا هما يا باش يبداو يتملسوا القرع باقي القمقوم ديالو رطب ما عندوش باش يهرس خاصو شي حاجه اللي غيبلعها مع داك البيض وداخل فيه داك الشيء ديال الزوانو وداك الدقيق ديال سميتو عليه ديال الزريعه ما غضروش ملي غياكلوا معاها ما غضروش وكيشرب الاخوان واحد نفتح بين قوسين بعد الاخوان الجزائر او الاخوان تحيه الناس الجزائر الموالي الكبار وكذلك جميع توانسه الاخوان الامارات اي اللي كيتصلوا بينا راه كتجي صعيبه بعض المصطلحات اللي كنهضروا بها حنا المغاربه يعني في اطار هاد الولاعه وتربيه الطيور الاخوان حنا هاد المصطلحات المتداوله بيناتنا راه ما يمكنش لينا نهضروا بشي لغه اخرى ولا شي حاجه على اي اللي ما قيد شي حاجه بغيتي التفسير ديالها والتوضيح ديالها اتصل بيا في الخاص ومرحبا ما يكون الخير نوضحوا لك على اينا الاخوان في هذه المرحله هذه ملي كدير الطيور هنا كدير واحد الزيف ابيض اللي كيكون يدخل الضوء او واحد ليبا اللي الطير ما يشوفكش انت وانت تشوفه وتشعل الضوء بحال هذا تجي هنا دير هوك دير ليه الضوء فوق هذاك الزيف وانت كتراقب من بعيد والكلام داك ديال التزاوق والتعاوق ديال اللي عطيتكم حطيتها لكم في القناه ديالكم ومره مره نزرع التركيبه كامله وكنسمع وكنشوف الطويرات والصباح نوكلهم مزيان ونجي عاوتاني حتى للجوج ونوكلهم ما كتبقاش 4 سوايع 4 سوايع طيب حتى 5 سوايع 6 ونوكلهم شويه باش نجوعهم باش يوليو هما كيبيكيو وكنراقب وملي يبغيو ينعسو شويه واحد المده ديال 4 ايام 5 ايام في الكاجوه ونشمشهم ماشي داك الشمس بزاف غير شويه راه 5 دقائق بحال ونحيدهم ومن الاحسن غير الاشعه ديال الشمس وداكشي تكون داك الفيتامين دي باش ياخذوا الفيتامين ونسد وندير لهم هكا ودائما البوله وكنراقب ونخليهم يتعلموا ياكلوا الراس يتعلموا ياكلوا الراس هذه مساله اخرى ملي غيدوزوا واحد 5 ايام 6 ايام هذيك الزيبه كبرت ندير كل واحد في قفص نجيبو هنا كل واحد في قفص نديرو مثلا هنا في قفص ونحلي هذا في حركه الزوال لتحت والماكله مطحونه الفوق والماء ديالهم ونجيب الاخر هنا والاخر بحال هكا سمحوا لي تعالى ولدي سمحوا لي قدم لكم قايلين بغيتكم تسمعوا هاد القناه اللي حطيتو حداكم هنا الى هدا الله وبغى يهضر هذا ولد شهر 8 اللي العام اللي فات تخافش العام اللي فات كتجي فريخات كتحطهم هنا ببعضياتهم واحد هنا وواحد هنا وكتخليهم يشوفوا وكيزعموا بعضياتهم في الماكله هذه هي الطريقه اسمح لي شاف هاد البوله لا اجي غير نسدو عليك لا هذاك الله هضر تصنتو لك الله ديال اخواني هضروا مقنين تبارك الله العام قلت لكم باقي ما كملش العام شهر 8 ان شاء الله الجايه عليه كمل العام ديالو الا بغى يهضر مرحبا فالاخوان بحال هكا كديروا مره مره من واحد ملي دوز واحد النهار ولا يومين كيد بحال هكا تعلم ولا عارف الماكله وعارف الزوان عارف الماكله مطحونه وكيد الزوال لتحت انت بك غير باش يولف ياكل في المعيلفه وكيمشي للشرابه يشرب وكيولف ندير ليه الزوال لتحت مره مره كندير ليه بحال هكا وكنطلع هادي بلا ما يبقاو يشوفوا بعضياتهم وندير ليه بحال هكا وكنراقبه مره مره ودخلي ليه الضوء وكنشوف كيشوف الماكله مطحونه شويه نزيدها بان لي مقرنش شويه نعاونو فهمتيني نعاونو
ديما نمشي مقلين شويه راه حساس و ممكن تقلق ونشوف حتى ملي نقلب الماكله وكيبان ليا القشور ديال الزوان ولاو يعني من بعد بحال كتقول الفتره الزمانيه ديال هذا الشيء هذا كتولي عنده باش يولي هذا الزوان كتولي عنده واحد 26 27 28 يوم حتى 30 يوم كيبدا يهرس هذا الطير الا كان غادي من الاول صحيح مزيان اما المقنير راه كيمشي معاك ما كيتزول لك حتى ديك شهر و10 ايام عاد كيتزول لك ولكن اللي صحيح مزيان وغادي مزيان وداكشي راه 28 30 يوم يقدر يبان لك ولكن ديما انت كتراقب وكيسمع الكلام هذه الاخوان يعني هضرنا بعجاله بهذا في هذا الدرس هذا على هاد المرحله ديال الزوان كيفاش تزون الطير لان هاد المرحله ديال الزوان الطير هي اللي كيموتوا فيها الطيور نمشي مع الطير ما نغيبش عليه كليا ديما نعاونو ديما نعاونو في الماكله ونشد ديك الوكاله ديما وندير فيها واحد المانيطوبه هنا ونخليه يبيكي يتعلم يبيكي والتفاحه داك المرمل نشد واحد النصيص ديالو ونلصقها ليه هنا وكنمشي معاه بشويه بشويه ما كيبغيش الزربه هو راه كيسمع تي كبك الطير يكون صحيح وسمع والطير خليه غادي يسير معاه غير بشويه بشويه ما نديرش الكثره الكثره غتغلب عليك ما نديرش الكثره ندير الحوايج اللي غادي نقد عليهم الا درتي اربعه ديال المقنين الاخوان ثلاث سته المقنين راه ثلاثه اربعه فيهم خير سته المقنين كنقولوا كاع الثلاث راه تغلب عليهم وجوج ديال المواشط خير كثير تبارك الله الله يجعل البركه وهذا بالنسبه للتزوان بالنسبه للاخوه واللي كيجري على المقنين في الطريقه ديال التزوان كيجري كذلك على الوليدات ديال الميستو غير وليدات الميستو في ساعه كيتزولوا وهو يعني اللي غادي نهضروا عليها في الحلقه يعني ان شاء الله الله ان شاء الله المقبله هي غندخلوا في المرحله ديال التلقين وشكون اللي خاصو ندخلوا الاول واش ندخلوا الطير ديال المقنين هما الاولين او ندخلوا المساتة هما الاولين هذا هو اللي غادي نهضروا عليه الاخوان في الحلقه الجايه ونبغيكم الاخوان نبغيكم تعلموا تركبوا تعلموا ديروا التراكب تولعوا مع راسكم ما يحبش عليكم شي واحد الولاعه وغنقول لكل انسان مولوع بغى يولي عنده واحد يعني كلام ديالو منسوب ليه كنهضر مع المواليع اللي هما يعني فاهمين بغى يدير واحد الكلام منسوب ليه طريق ديالو بحال دابا ملي كنسمعوا هذه طريق باكو جيل هذه طريق ديال مالونو هذا يعني كاين بزاف طرقان بغى واحد النوع ديال الكلام يولي منسوب ليه باش ملي كيمشي تمشي التركيبه ديالو عاد من مشات ولا مشى الطير عاد من مشى كيعرف الكلام راه ديالو هما اربعه الحوايج الاخوان بازيو عليهم في التركيبه اربعه الحوايج ضروري الاول يكون عندك واحد النوع ديال التذوق والتعوق انت ديما كتخدم بهم معروفين هاد النوع ويكونوا تكون واحد اللمسات كديرها سواء الكومبوستوس ديال التعويقه اللي كتزيدها انت او الكومبوست او كدير واحد طوكيس يعني لمسه مع الاغروده لمسات ديالك سواء في التذوق او في التعوق او في الطلوق لمسات ديالك هادو يعني كيف قلنا يكون عندك في التذوق ديما مثلا نعطي انا هاد العبد الضعيف من الحوايج اللي تنشرات اليبوك وفي ايامات سبته وكنرجع الفضل هاد العبد الضعيف والحمد لله الناس كيشكو هو التذوق حطيته بواحد الطريقه اللي صبحوا عند الناس كلشي هو ديال واحد جوج واحد جوج طريقه ديال الطبيعه بديت 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 ديما وحده جوج بديت 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 بلي 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 تيبيلي 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 يعني وحده جوج طريقه كدير انت واحد اللمسات ديالك انا غير وضحت لك شي حوايج اللي كدير والمساله الاخيره هي كتصوب واحد لابيل كلاسيك ديالك راه لابيل كلاسيك اللي محطوط اللي كاين ومعروف في الفوليوم 2 راه ماشي ضروري خاصك هذاك لابيل كلاسيك هو تحطيه هكاك
راه ممكن دير انت واحد لابير كلاسيك ديالك، هذاك غير ميزان ومعيار ديال يعني الطريقه باش كيكون الميستو كيضرب هذيك 5 شونجمون ويقدر يجيبها لك، تسمى لابي كلاسيك. تقدر ديرو تبدل الراس الاول البديه بحال دابا لابير كلاسيك اللي كاين بادي بلي بلي سيمبلي بلي 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 تيبيلي تيبيلي، انت ما ديرش بلي بلي بلي، انت غدير واحد الاغرود اخرى اللي غتجيك، وحتى الميسيدا تقدر دير حاجه اخرى، غير تحافظ. والمساله الرابعه تحافظ على البيشه بيشه ولا التيمبري ديال اللي كتخدم به، ديما التيمبري حافظ عليه وتشيوه، والبيشه بيشه وتشيوه، البيشه بيشه مع تي 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 تشيوه. لاحظ ربعه الحوايج، يعني التزاوق مع التهاوق يكونوا باللمسات ديالك، ودير واحد النوع ديال طوكيس، ودير لابير كلاسيك دير واحد ثلاثه، واحد جوج بلي تيمبري وواحد بالبيشه بيشه تي 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 تشيو. يعني هاد لابير كلاسيك اللي بغيتي تصاوب انت راه في مثلا لابير كلاسيك اللي معروف اللي هو بلي بلي سيمبلي وتيبيلي تيبيلي ميسيدا، وكيجيب البلي بلي مارتياد، وكيجيب هذاك البلي بلي اللي كاسكابيل وكيهرس عليه بالريتشيو، وكاين بعض الخطرات كيجي بالبلي بلي سيمبلي وبتيبيلي تيبيلي تيبيلي، وكيجيب بلي بلي اخرى من نوع اخر سيمبلي، وكيجيب بلي 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 مارتيادو، وكيجيب تيمبرادا ريتشيو. هذا هما لابيل كلاسيك. انت ممكن في ديك البلاصه ديال البلي بلي 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 مارتيادو كنشوفها بعد بعض الاخوان، ديك بلي بلي اللي كتجي عليها تيرميناسيو تجيب البولي بولي 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 ترتي، وديك بلي بلي كتجي واحد البولي بولي اللي كيجي باي 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 لعند الماليع اللي كيدير، فهذيك البولي بولي وتجي عليها التيمبرادا. لماذا؟ انت كتشوف لابير كلاسيك ديالك بواحد المعايير اللي كتحطهم انت، سواء بالبيشه بيشه تي 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 تشي، ودائما بيشه بيشه وحده وتي تي 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 تشي وحده، وكذلك تيمبرادا وحده وتشي وحده، وكديرهم وكتولي عندك واحد روبير ديالك بصمات في التركيبه ديالك، واخا المولوع يمشي وياخذ شي ويخلي شي، كتعرف هذا الكلام راه مخوض من الكلام ديالك، وحتى ملي كتخدم عليه باش يولي الطريق ديالك وتكسبها كتبقى تخدم به هذاك، داك الشيء اللي جاك وضربوه لك الطيور، ضربوا هذا وهذا وهذا وهذا، واخا ما جابوش بعد الطيور كنشد هذاك اللي جابوه كاملين كنشدو كنسجلو حتى نزيد عليه، بحال هكا حتى كتولي انت عندك هذاك الكلام ديالك كيجيبوه الطيور ديالك. هذا هو اللي كتسمى الطريق ديالك، فهمتيني؟ طريق ديال الكار ديالك بهذه الطريقه الاخوان. تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم هذه الحلقه هذه، مازال نستمروا في هذه السلسله ديال كيفيه التلقين وبالطريقه التجريبيه، بالطريقه التجريبيه الاخوان. تبارك الله عليكم.